عزيز عيني حبيب القلب توأم روحي هو عشري ورفيق حياتي من صغري لو كان بدي نزيد عمري نزيد عمري وما يبقى شي على خويا شي على خويا. وشفتوه فرحانة برشا بوجوده بحذية اسم كبير في عالم الفن والموسيقى في تونس وفي العالم العربي، تجربة كبيرة متفردة ومتميزة، مشوار فني بداية من عام 75 ذيفي صعد لأول مرة على ركح كارتاج الدولي عام 77، وقتها كعازف منفرد فنان عنده لون خاص، بداية مسيرته بخطى ثابتة وتواصلت بخطى ثابتة وما زالت إن شاء الله متواصلة، قليل الظهور لكن ظهوره عنده وزن، فنان صوته في الذاكرة ومازال غنيته شكون ما تأثرش بيها وشكون ما يحفظهاش. كي نقولوا صلي على سيد النبي، كي نقولوا محليك يامي منورت لي الدار يامي، وكي نقولوا دورتني في صباك خاتم ذهب في ديك، وكي نقولوا جرحي ليام ما داويه جرحي، ما نجمو نقولو كان الفنان المطرب. افرحولي وصفقولي بالفنان شكري بوزيان. بونجور عايش بونجور انا كو. انا الجرادام تاعك بونجور عايشك عايش مرحبا بك. انا بهاللقاء هذايا وان شاء الله يا ربي يتعدى خفيف على مستمعينا، وتحيه لكل الحضور بحذانا خونا عايشك طلة جميلة. وانت طليتك قليلة سي شكري، قليلة جدا. يمكن واحد عنده بيت علاش باش يظهر؟ طيب يظهر كما عنده علاش باش يظهر؟ يقعد يحضر الحاجة اللي باش يظهر بها وكاو. ما شاء الله هذا الكل وما عندك علاش باش تظهر؟ لا هو تويكا عطات معناتها العادة كونه الفنان معناتها
كي يبدا عنده حاجه جديده يتقدم بها وتبدا وراه معناتها الوسائل معناتها الاعلاميه كل تتصل به. وما فعلناش اللي يجيب فنان على كاريره عنده اغاني ما يأثث معناتها سهرات وحضورات في التلفاز وواحد، لكن مالوريزمون احنا جاتنا في فتره معناتها تقول انت كان عندي حاجه انا جديده باش نقدمها للجمهور هاني بحذاه نظهر له، كان ما عنديش حاجه هكا خليهم معناتها انا نجيب فنان على كارير. وحتى كي نطلبكم كلكم الفنانين تقولوا لي معناش جديد، نقول لهم حياتكم كلها جديده وفنكم قدامكم معناتها دونك برشا. ما عجبتكش اغنيه خويا خويا؟ ومحليها وانا عجبتني فازة مزيانه برشا اللي انا بدي باش نعملها معناتها من الولايات الكل ومن خارج تونس من باريس من كندا من امريكا الكل بعثوا لك فيديوهات لغنيتك انت وعليهم تصورهم هما واخواتهم. بالضبط داير انا باش نعملها. عمل المونتاج انا وقتها كي نحضر في الاغنيه طبعا توحشت خواتي انا كانوا يقيم معناتها هما التو يقيموا بالخارج وصارت فتره معناتها شفنا على مصافحات الفيسبوك كونه معناتها العائله هكا متشتته شويه اللي عارك مع الاخوه ومع الام ومع البو. فجاتني الفكره نتاع اغنيه معناتها الاخوه وانا قلت لهم اللي يحب خوه ويعزه طبعا احنا التوانسه ماك تعرف حنان ونحبه معناتها اللي يحب خوه يبعث لي تصويرته معاه. قعد جاوني تبارك الله ياسر برشا. انا باش نعمل فيديو عملت لهم عملت باش نعمل فيديو عملت على المونتاج جست مونتاج ومعناتها خذيت بخاطرهم كوا وخذوا لي بخاطري غنيت زاد على الام وربي يشفي الوالده قاعد ربي يرحم الوالده عندها توا يرحمها وينعمها ويشفي الوالد يشفي الوالد ان شاء الله ربي يشفيه هو لاباس الحمد لله من الحمد لله يا ربي طمنك الدكتور اليوم الحمد لله الحمد لله يا ربي. واحنا كنا الحقيقه نتاع ربي خايفين لانه ماذا بينا تكون وجوهنا بشرة خير. لا لا احنا مطالبين باش نكونوا باقي فرحانين وزاهين. انا الله يرحمها امي في جمعتها كانت عندي ارتباطات ومهرجانات ومعايا ماك تعرف الفرقه واحد وبابا قال لي لا لا برمشي خدم على روحك هذه خدمتك انت ماهيش ماكش. لكن انا نتذكر في موت الوالده الله يرحمها عام 98 كنت في قروان فالجمهور الكل يغني معايا في محلاك يامي ومعناتها ويبكيو فريمون سيتي تري توشون معناتها قعدت لي في الذاكره نتاعي هذيك. هي لحظات التو مأثره فيك طبعا سي شكري؟ طبعا لا هو هو بور دير لا فيريتي راهو مش انا برك راهو معناتها تمشي الام ويمشي دعاء الخير ويمشي اللهفه وما عندكش علاش تو شكون تخدم صحيح عندنا اولادنا وعندي مرتي وعندي عائلتي مازال ربي يفضلها لك مدام. لكن تحس انت معناتها الاولانيه اللي ما كتحب توريها اللي انت ناجح واللي انت تقدم في الحاجه الباهيه واللي انت العباد تحبك واللي انت هي الوالده الله يرحمها. هي الوالده الله يرحمها وينعمها. دونك الاغنيه هذه مش تاثر فيك هي تاثر في جل التوانسه الكل وبريس قعدت كيما النشيد الرسمي لعيد الامهات كيما زاده صلي على سيدي النبي اللي ما نجموش ما تفوحش ريحه المولد ما تفوحش ريحه الله. العيد الكبير ومناسباتنا الدينيه من غير صلي على سيدي النبي. دونك في جزء بسيط نحب قبل ما نمشي للبورتري نتاعك عندك اغنيه جديده اسمها زاده ريما تدل. ريما تدل وعندي شكون كيف كي المصرارة وعندي ايه تستاهل وعندك زاد مشروع كبير طبعا بعد نرجعوا له. أيوة. عندك اغنية ايه تستاهل ايه تستاهل ايه شماتة فيك هي طبعك عنيد وجاهل لا منروف لا عليك لا منروف عليك شكري بوزاير. لا انا متسامح هو انا متسامح انا سلمون هذه عملتها في البريود اللي قبل الانتخابات ما نكذبش عليك باش ما العباد ما تغلطش باش عباد ما تغلطش كوا تعرف فين تحط صبوحها معناتها انت تقصد بها الشعب الناس اللي غلطت وحطت صبوحها اي بون يعني اونتراد يعني هو ايه هو ايه تستاهل تنجم تتقال على انسان كان عايش ايضا في سلام وفي امان واحد وبعد بلبزها حتى مع مرته راهو يكون فما عباد تكون عايشه مع نساها بالكدا وبعد يتسلعك يعمل هكا خسر الدنيا الكل
مشى لبقعة أخرى. إيه. بعد يلقى روحه خسر الدنيا الكل، هذاك نقولوا يتستاهل زاد. محليه المبدأ متاعك. آه. وقديش ينجم يهني مدام منيا. لا بتبعتها. بتبعتها متهنية. دونك ساعات واحد باش يحط صبعه في العبار. لكن احنا حاطين صوابعنا في عينينا للاسف الشديد. نستعرفوا بعد قديش من عام. نستعرفوا. ايش ماتا فيه. ايش ماتا. تبعك عنيد وجاهل. لا ما نروف عليك. لا 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 ما نروف عليك. يعطيك الصحة ومرحبا بيك سي شكري. عايش. احنا حاولنا نحوصلوا المسيرة الفنية الجميلة الطويلة الزاخرة بالأعمال الحلوة والخالدة. خارجة. أنا كعازف منفرد، أنا على كل حال أنا نعزف في الفترة هذيك، لكن ما طلعتش كعازف منفرد، أنا طلعت كمطرب. غنيت يعيشها ويحميها ليانا يخليها. أنت يمكن صغيرة وقتها 77 عمري عامين بقى. ريتا. أما أنت وقت... تظهر أصغر مني تو. لا هكا تو. قول شيخ أمين يظهر أصغر مني ولا ليه؟ باقي كوثر به يا راك. عايشك عايشك. ووقتها أنا فوديرك بديت صغير معناتها الميدان. يعني صعودي على كرتاج كان عمري 16 سنة. وذاك علاش يحتمل معناتها المسيرة نتاعي تظهر طويلة ونظر قديم تيوا بالقدم. علاش قلت لك أنت تو باغي جون، فرق بين أنا بديت عمري 16 سنة في الفن هذاك، علاش عندي 25 سنة خبرة، وفما اللي بديت في 30 دونك ديما باش تظهر. أنا بديت صغير فوالا، بديت صغير ياسر وقعدت باقي معناتها نحب ياسر الميدان نتاعنا. ومطور روحي ما نكذبش عليك، مطور روحي في معناتها في عديد من الفنون، ومغروم يعني مغروم بالفن بصفه عام. جوستومون هيدا نشوفوا بورتري، لانه الوقت كبسنا على الاخر. سي شكري نشوفوا بورتري شكري بوزيان ونرجعوا لكم توت سويت. ضيفنا اليوم هو فنان أصيل متشبع بالموسيقى التونسية وجميع أنواع المقامات، هو الفنان شكري بوزيان، مطرب وملحن تونسي والمعروف بأغانيه المتميزة في اللحن وفي الكلمات. بدأ مشواره الفني عام 1975 وشارك عام 1977 في مهرجان كرتاج كعازف، وانضم المهرجان لأصوات الشابة عام 1978 وفاز بالجائزة الأولى عن أداء الأغنية نجيك وينجيك لعلي الرياحي، بالإضافة لجوائز في مهرجان الأغنية التونسية وجائزة التلحين عام 1990. في أواسط الثمانينات تردد اسمه أكثر عند الجمهور من خلال ظهوره في أكثر من برنامج ومع أكثر من إعلامي. نجم الثمانينات والتسعينات عنده في رصيده العديد من الأغاني، من بينها قالوا كلام، يجي البالك، وعيني عليلة، شكون فينا ما غناش الوالدته محلاك يمي وصلي على سيد بي، من غير ما ننساو دورتني في صباعك وجرحي اللي لقاو نجاح كبير. واليوم يرجع لنا ضيفنا كمدير فني لمهرجان الأغنية التونسية بعد غياب دام 11 سنة شكري بوزيان، فنان كسب شعبية كبيرة وعطى للأغنية التونسية العديد من الألبومات وأعمال فاقت 120 أغنية ومازال يقدم، وهذا ما ممكن نعتبروه إلا شغف بالفن وامتداد لأكثر من 35 سنة من العطاء.